ومع تفشي وباء كورونا في دول العالم يسارع العشرات للتطوع في تجارب على لقاحات وعقاقير. العلماء والأطباء والمنظمات الصحية يسارعون الزمن لتطوير لقاح ضد فيروس كورونا، والدول الكبرى تشهد منافسة شديدة بينها لإنتاج لقاح قد ينقذ البشرية. الولايات المتحدة والصين وفرنسا وألمانيا ودول أخرى تنجح في التجارب الأولى التي أجرتها على الفئران بأنواع مختلفة من اللقاحات، ما يبعث الأمل للمرضى. التجارب السريرية السريعة للقاحات المطورة تجلب معها مخاطر عدة، إلا أن العديد من المواطنين حول العالم أبدوا استعدادهم لأن تجرى الاختبارات على أجسادهم بهدف تسريع عملية تصنيع الأدوية وإيقاف الفيروس من حصد أرواح إضافية. الولايات المتحدة كانت أولى الدول التي أعلنت عن بدء التجارب على البشر، وكانت المفاجأة تطوع العشرات من الأصحاء لهذه الاختبارات. لم يستغرق مني اتخاذ القرار أجزاء من الثانية، وهذا لرغبة في المشاركة في تجارب اللقاح لعدة أسباب. فيروس كورونا يستشري ويحصد ما يفوق 70,000 ضحية حول العالم، والاهتمام الكبير من المواطنين دفع المعاهد الطبية لتوسيع دراساتها، ما يساهم بتسريع مراحل تطوير اللقاح. منظمة الصحة العالمية تصرح أن عملية الإنتاج ستستغرق ما بين عام إلى 18 شهراً، فيما تستغرق عادة عملية تطوير اللقاح فترة أطول لا تقل عن 4 سنوات.